السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي معي من جديد على قناة بانوراما للتعرف على أفضل الطرق وأفضل المواقع لحجز رحلات الطيران والفنادق من حول العالم. ولكن قبل ذلك نود عمل لفتة صغيرة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن ضرورة دراسة برنامج الـ MBA أو ماجستير إدارة الأعمال، حيث تهتم بالعلوم الإدارية وتطبيقها في الأعمال المختلفة. ويركز برنامج الـ MBA على تطبيق هذه العلوم والمعارف في حقول الصناعة والتجارة المختلفة، حيث أنه يمكن دراسة برنامج الـ MBA عبر مواقع الإنترنت الأونلاين أو من خلال أكبر الجامعات في العالم، أو حتى من الكورسات المنفردة التي تدرس علوم الـ MBA مثل الكورسات الموجودة على يوديمي وكورسرا وإدكس، حيث أن برنامج الـ MBA يتيح للأشخاص القدرة على الفهم العام لأساسيات إدارة الأعمال فيما عدا الجانب الفني، فهي تساعد على تنمية المهارات والمعرفة الإدارية للدارس للمشاريع الصغيرة والتسويق والنواحي المالية. فالآن أصدقائي نعود لموضوعنا اليوم، وهو حجز الفنادق عبر مواقع الإنترنت الأونلاين. وطبعا بالأخص إن شاء الله اليوم سوف نتحدث عن كيفية حجز أقرب الفنادق من موقعي. فمثلا بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بالسفر لرحلات الحج والعمرة يحتاجون إلى أقرب فندق في الحرم أو في المدينة، فاليوم بإذن الله سوف نتحدث عن هذا الموضوع ونوضحه بشكل سهل وسريع وكيفية حجزه عبر مواقع الإنترنت بكل بساطة وبأقل التكاليف. فطبعا بعد البحث على محرك البحث جوجل عن أقرب فندق من موقعي تظهر لنا العديد من الإعلانات التي تخص هذا الموضوع. فبالنسبة لخدمات الإنترنت والتسويق الإلكتروني وحجز الفنادق وبطاقات الطيران من حول العالم، بما أنه لم يعد حكرة لشركة معينة كما كان الحال في السابق، فحاليا أصبحت الأمور أكثر بساطة وسهولة، وهو ما ساهم في انتشار الكثير من المنصات الموجهة لهذا الغرض. لكن في المقابل كثرة هذه المنصات تدع الأشخاص الذين يرغبون في السفر في حيرة من أمرهم عند رغبة في حجز الفنادق عبر الإنترنت. فلهذا السبب ننصح المستخدمين الاستعانة بأفضل المواقع المتوفرة عبر الإنترنت والمتخصصة في مجال الحجوزات للفنادق والتي تقدم أفضل الأسعار التي يمكن الحصول عليها. فأصدقائي طبعا بعد النظر إلى العديد من الإعلانات ظهر لنا هنا إعلان موقع بوكينج. طبعا نريد حجز الفنادق عبر هذا الموقع، فهو يعد من أضخم المواقع الموجودة عبر الإنترنت، فهو بوابة سفر مشهورة بخدمات حجز غرف وفنادق أو مساكن عبر الإنترنت، تملكها وتشغلها شركة بوكينج، والتي تعد من أضخم الشركات وأكثرها شهرة حول العالم لحجز الفنادق بكل سهولة وسرعة وإتاحة لكافة الأشخاص من حول العالم. وأيضا تقدم حجوزات بأفضل الأسعار وأكثر الميزات، حيث يتوفر فيها إمكانية الحجز بسهولة لتوفيرها أكثر من 40 لغة في أكثر من 226 دولة من حول العالم. فأصدقائي بعد النظر حاليا على الواجهة الأساسية لموقع بوكينج نرى أنه من هنا بإمكاننا تغيير العملة بشكل سهل وسريع كما يناسب كل شخص وكل دولة لتسهيل التعاملات المالية، بالإضافة إلى أنه يتيح لنا إمكانية تغيير اللغة لتسهيل التعامل بين الأشخاص أو من دولة لأخرى، بالإضافة إلى أن موقع بوكينج يتيح للأشخاص إمكانية تحميل أبليكيشن booking.com عبر الهاتف المحمول إما عبر الأب ستور أو من جوجل بلاي. أيضا أصدقائي بالنسبة للأشخاص الذين لم يقوموا بالتسجيل مسبقا عبر هذا الموقع، بإمكانك الضغط على إنشاء حساب وإدخال كافة البيانات المطلوبة والحجز فورا عبر هذا الموقع بكل سهولة. طبعا بالأما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بالتسجيل والحجز مسبقا عبر هذا الموقع، فبإمكانهم الدخول على تسجيل الدخول بشكل سهل وفوري وسريع، فقط كل ما عليهم فعله هو إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور والحجز فورا عبر هذا الموقع دون أي مواجهة أي صعوبة. فطبعا يا أصدقائي دوما نبحث عن أفضل الطرق التي تساهم في حجز الفنادق بشكل فوري وسهل وسريع. فطبعا موقع بوكينج يتيح للأشخاص الذين قاموا بالحجز لأكثر من مرة عبر هذا الموقع إمكانية الاستفادة من العديد من الخصومات والامتيازات التي قد تصل إلى 50%
مقدمة لعدد من الأشخاص الذين يقومون بالحجز لأكثر من مرة عبر هذا الموقع. فطبعا أصدقائي، بعد النظر إلى الواجهة الأساسية، نرى من هنا العديد من الأيقونات، منها الإقامات أي المكان الذي نرغب في الحجز فيه، أو الواجهة الأساسية التي نرغب في المكوث فيها خلال هذه الرحلة، رحلات الطيران وتنظيمها ومواعيدها، وطبعا كيفية حجزها بشكل فوري. غير ذلك، تأجير السيارات، حيث يتيح للأشخاص إمكانية تأجير سيارات خلال هذه الرحلة لتسهيل التنقل من مكان إلى آخر، ولتسهيل معرفة الأماكن السياحية والأثرية الموجودة في هذه الدولة. غير ذلك، سيارات أجرة المطار، حيث بإمكان الأشخاص تأجير سيارات أجرة المطار تنقلهم من المطار إلى الفندق الذي يقومون بالحجز فيه بشكل سريع. طبعا أصدقائي، من هنا بإمكاننا تغيير أو إضافة المكان الذي نرغب في الحجز فيه، ومن هنا بإمكاننا تحديد موعد وصولنا إلى هذه الرحلة وموعد المغادرة. أيضا بإمكاننا إدخال عدد الأشخاص الذين نريد اصطحابهم معنا خلال هذه الرحلة، وإذا كان معنا أطفال أم لا، وعدد الغرف التي نرغب في حجزها. وأيضا يفضل تحديد عمر الأطفال المصطحبين في هذه الرحلة، حتى يقوم الفندق بضمان سبل الراحة لهؤلاء الأطفال وتوفير الغرف المناسبة لأعمارهم. ثم نضغط على البحث. طبعا بعد البحث، بعد إدخال كافة البيانات والقيام بالبحث، تظهر لنا العديد من الأيقونات أو العديد من الفنادق المتوفرة في هذا المكان. فطبعا أصدقائي، بعد الاطلاع على العديد من الفنادق الموجودة في هذا المكان قبل القيام بعملية الحجز، يجب عليكم الاطلاع جيدا من هنا على تعليقات الأشخاص وتقييمهم لهذا الفندق. فمن هنا موقع بوكينج يتيح للأشخاص إمكانية التقييم بشكل فوري وسهل ومجاني بالكامل، فقط عند القيام بالحجز في هذا الفندق وتلقي الخدمات. فطبعا بعد الاطلاع على العديد من الفنادق، نقوم باختيار الفندق الذي نرغب في الحجز فيه. طبعا دوما ننصح الأشخاص من هنا الاطلاع على التعليقات الإيجابية والسلبية التي قام الأشخاص المقيمين من قبل بالتقييم فيها لضمان سبل الراحة خلال هذه الرحلة. غير ذلك، ننصح الأشخاص بالاطلاع على الواجهة الأساسية من الداخل ومن الخارج لهذا الفندق لضمان الاستمتاع بنظرات مريحة وبرحلة مميزة داخل الفندق الذي نرغب في الحجز فيه. فهذه هي الإطلالة المميزة التي تتوفر في هذا الفندق، والذي يعد من أقرب الفنادق. طبعا أصدقائي، بعد الاطلاع على الواجهة الأساسية وغير ذلك، كل ما علينا فعله هو الاطلاع من هنا على كافة البيانات أو المعلومات التي تخص الفندق وكيفية الحجز بشكل فوري وسريع لضمان راحة خلال هذه الرحلة. بالإضافة إلى ذلك، من هنا يتوفر لنا المرافق المتوفرة خلال هذه الرحلة، حيث يوضحها لنا الفندق بشكل سهل وفوري وسريع دون الحاجة إلى تضييع الوقت أو الاتصال بأشخاص للتعرف على المكان. وأيضا ننصح الأصدقاء بالاطلاع جيدا على هذا الجدول المرفق في أسفل الصفحة، الذي يوضح لنا نوع الغرف الموجودة ونوع الأسرة المتاحة في هذه الغرف داخل الفندق، واتساعها لعدد من الأشخاص، كل غرفة تتسع لكم شخص، والسعر لعدد الليالي التي قمنا بحجزها، وعدد الغرف إذا كنا نرغب في زيادتها أو نقصانها. فطبعا إذا كان هذا الفندق قد نال إعجابك وقد اطلعت على التعليقات الإيجابية والسلبية لعدد من الأشخاص الذين كانوا مقيمين من قبل وكنت معني بهذا الحجز، كل ما عليك فعله هو الضغط على سوف أحجز، وبهذه الطريقة تقوم بالحجز فورا عبر هذا الموقع بشكل سهل وفوري وسريع. بهذه الطريقة أصدقائي، نكون قد أفدناكم بكافة المعلومات التي تخص حجز الفنادق ورحلات الطيران عبر مواقع الإنترنت الأونلاين بشكل سهل وسريع وأكثر كفاءة،
وأيضا أصدقائي، هذه هي كافة، هذه هي أفضل الفنادق، أفضل المواقع التي نقوم من خلالها بحجز رحلات الطيران والفنادق حول العالم. فنتمنى منكم أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم معنا من خلال هذه المشاهدة. ولكن قبل الانتهاء من هذا الفيديو، نود التذكير من جديد بالنسبة لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة بضرورة دراسة برنامج الام بي اي أو ماجستير إدارة الأعمال، حيث يهتم بالعلوم الإدارية وتطبيقها في الأعمال المختلفة. ويركز برنامج الـ MBA على تطبيق هذه العلوم والمعارف في حقول الصناعة والتجارة المختلفة، حيث أنه يمكن دراسة برنامج الـ MBA عبر مواقع الإنترنت الأونلاين أو من خلال أكبر الجامعات في العالم، أو حتى من الكورسات المنفردة التي تدرس علوم الـ MBA مثل الكورسات الموجودة على يودومي وكورسرا وإيدكس. فبهذه الطريقة أصدقائي بنكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذا الفيديو. نود شكركم على حسن الاستماع والمتابعة للنهاية، وأيضا نتمنى منكم متابعتنا دوما عبر قناة بانوراما للتعرف أكثر على أفضل المواقع وأفضل الطرق لحجز الفنادق ورحلات الطيران من حول العالم.